خلي بالكم احنا عندنا قضية صعبة جدا، توقفوا كثيرا امامها. اللي بيقدر يقتل ويخرب ويدمر وينغص حياة 90 مليون بيعمل وهو فاكر ان هو بيقرب من ربنا. يا ساتر، انت كده بتقرب من ربنا ولا كده بتسيء لربنا؟ انت كده بتعظم دينك ولا كده بتسيء لدينك؟ هو دين امان وسلام مش كده؟ احنا خليناه ايه؟ احنا ما خليناهوش كده. فلو قلنا كل حاجة وترتيباتنا ايه وتخطيطنا ايه، اهل الشر هيزعلونا ويزعلوكم. فمش كل حاجة بتتقال، لكن بفضل الله احنا متحركين وهتشوفوا احنا ناويين على ايه. انتوا بتطلبوا مني وده من حقكم، بس كمان انا بطلب منكم. مش هقول ده من حقي، ده من حق الوطن، مش حقي انا. اطلبوا مني زي ما انتوا عايزين، ولازم تكونوا متأكدين ان بجد يعني دمي وروحي عشان خاطر بلدنا والتسعين مليون. صحيح في ناس يقول لك انك انت تقتل في سبيل الله، وانا لما اقتل في سبيل احياء 90 مليون ربنا ما يقبلنيش؟ وحماية 90 مليون وعدم تشريد 90 مليون؟ انا بقول الكلام ده مش ليا بس، انا بقول الكلام ده للجيش والشرطة. اوعى تفتكر انا برد على كلام ممكن تسمعه. انت بتموت عشان غيرك يحيى، من احياها فقد احيا ايه؟ الناس جميعا. اوعى تتصور انك انت، لا لا لا، ده حاجة كبيرة جدا جدا انك انت ما يبقاش المصريين لاجئين يعيشوا في معسكرات، ما يبقوش المصريين مهددين. عشان كده الدور بتاعكم عظيم جدا جدا. فعايز اقول مهم قوي ان 90 مليون نحميهم ونساعد ونبني.